واليوم يدعو الأزهر للمؤتمر الثاني عشر بعد 30 عاماً من آخر مؤتمر انعقد بشأن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ومؤتمرنا اليوم رغم ثرائه الهائل بهذه العقول النيرة والضمائر اليقظة من الشرق ومن الغرب، قد لا يتوقع منه أن يضيف جديداً إلى ما قيل وكتب من قبل في قضيتنا وفيما يتعلق بأبعادها العلمية والتاريخية والسياسية، لكن حسب هذا المؤتمر أنه يدق من جديد ناقوس الخطر ويشعل ما عساه قد خبى وخمد من شعلة العزم وأوار التصميم وما استقر عليه أمر العرب والمسلمين والمسيحيين وعقلاء الدنيا وشرفائها من ضرورة التصدي للعبث الصهيوني الهمجي في القرن 21، والذي تدعمه سياسات دولية ترتعد فرائصها إن هي فكرت في الخروج قيد أنملة عما يرسمه لها هذا الكيان الصهيوني والسياسات المتصهينة.